مساء الخير. لأني بعرف شو قيمة إنه حدا يكون محبوس ومو قدران يتحرك من المنطقة اللي موجود فيها، بعرف شو قيمة إنه حدا يكون ما معه أوراق يقدر يطلع برا من برات المنطقة اللي موجود فيها. بمكان باليونان حاليا موجود عدد كبير من اللاجئين مو قدرانين يتحركوا، في شح بالغذاء، في نقص بالأدوية، وهن بحاجة كتير ماسة الآن لمساعدتنا. 10 يورو بظن هي لا كتير بالنسبة لشخص ولا قليلة، بس هي قادرة تطعمي عيلة كاملة وقادرة إنه تساعد عيلة كاملة بهذا الوقت اللي كتير صعب بالنسبة لهم.